ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اطلق قلبك عند سماع القرآن، هذا قلبك قد تجده هنا، فإن فاتك قال وفي مجالس الذكر، وهذا من أعظم مجالس الذكر، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نحتسب على الله سبحانه وتعالى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، إن هذا المجلس الآن ونحن جالسون تحفه الملائكة، تغشاه الرحمة، تتنزل فيه السكينة، تصعد الملائكة بأسماء القوم، من حضر قاصدا حتى من جاء لحاجة أو جاء يجرب أو جاء يتفرج أو جاء يوصل أو يطلب، مهما اختلفت الحاجات فالقوم لا يشقى بهم جليسهم. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، قال وفي أوقات الخلوة. وأي خلوة أشرف من أن تسجد، تقترب، تضع رأسك بين يديك وقلبك بين ناظريك، ولا تلتفت يمنة ولا يسرة، تغيب عن الزمان والمكان والأشياء والأحوال، تخلو بربك سبحانه وتعالى، عبدك بفنائك، فقيرك ببابك، مسكينك بأعتابك، تتملقه سبحانه وتعالى، ولا تزال تثني عليه بما هو أهله، لا تزال تذكر من خطيئتك كيف أنك مقدت نفسك في الله عز وجل، ثم تذكر رحمته وسعة عفوه سبحانه وتعالى، وتتجرأ على طلب هذه المنازل. لا يقطعك إلا قول الإمام الله أكبر، فتقوم تنتقل من حديقة إلى أخرى، تقوم من الخلوة إلى سماع القرآن، ومن سماع القرآن إلى مجالس الذكر. أتراك قد يرد أن تقول أنا ما وجدت قلبي بعد، قد مرت ليلة وعشر ليالي وأوشك الشهر أن ينتصف، لكن اصبر، أنت تعالج أمرا ثقيلا، أنت تعالج أمرا شديدا يا صاحب الذنب الثقيل، قد يأخذ الأمر مجاهدات وأنواع من الصبر، لكن كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيجيبك، وأنه يؤخرك لحكمة، وأنه يريدك، إذ لو لم يكن يريدك لما جاء بك، لو لم يكن يريدك لما أيقظك، لما رزقك هذه الهمة. وقد رأيت أقواما آخرين كما سمعت، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ناموا مع النايمين، هؤلاء لا يريدهم الله سبحانه وتعالى، كره الله انبعاثهم فثبطهم، لكن أنت الحمد لله بعثك الله تعالى، رزقك الهمة وأعانك، صرف عنك الشواغل، وجئت وصففت وقفت بين إخوانك، والرحمات تتنزل، فسواء وجدت قلبك الآن أو توشك أن تجده، لا تشك في هذا، سيكرمك الله سبحانه وتعالى، لكن فتش.